درامية الحقيقة. أنا الحقيقة متخيل إحساس وشعور عشاق البارسا، والكامب نو خالي من ميسي، والبلاو جرانا هيلعب ماتشاته السيزون اللي جاي بدون أسطورته اللي قعدت متألقة في ملاعب كاتالونيا لمدة 20 سنة. برشلونة من غير ميسي حاجة تانية وطعم تاني بالتأكيد. برشلونة فريق كبير والمشوار بالتأكيد هيستمر، ويمكن الثلاثية اللي حطوها في يوفنتوس بتقول ان الفريق الى حد كبير بيحاول يستعيد رونقه وكورته ومتعته مرة تانية. واحد ما حدش يقدر ينكر بتشجعه وما بتشجعوش من امتع الفرق اللي بتلعب كرة على مستوى العالم. لكن السؤال التاني كمان، قصة انتقال ميسي لباريس سان جيرمان، هل ممكن ان احنا نترجمها لقصة نجاح تانية؟ هل ميسي في المرحلة دي يقدر يحقق او يكسر ارقام زي ما كان بيعمل مع برشلونة، ولا الوضع مختلف؟ في جميع الاحوال باريس كلها واقفه على رجل في انتظار قدوم المعجزه الارجنتينيه ليو ميسي والاعلان عن انضمامه لبي اس جي، واللي سمعناه طبعا على ملعب حديقه الامراء بارك دي برانس وبرج ايفل اللي تم حجزهم عشان يستقبلوا اسطوره كره القدم الارجنتينيه. ميسي عنوان اساسي في حلقه النهارده. الميركاتو الصيفي بالتاكيد هنتكلم على اهم التفاصيل، وخصوصا انه في انتعاش في موسم الصفقات. بيشرفنا طبعا ضيفنا العزيز دكتور وليد الحديدي، ضيف علينا في السادسه. مساء الخير دكتور وليد. مساء الفل، وحشتنا. وانت اكتر الاسبوع اللي فات. وانت اكتر طبعا. دايما المباريات والحدث اللي داخل الملعب بيفرض نفسه، لكن انت وحشتني والزملاء وكل المشاهدي قناه الاهلي طبعا. كنت متوقع القنبله والزلزال ده يحصل؟ يعني ما حدش في العالم كله كان متوقع، خصوصا بعد اللي حصل السنه اللي فاتت، انه ميسي يسيب برشلونه. اولا هي الدخله كانت دراميه قوي بتاعت الفقره، يعني جدا شريط الذكريات. يعني وانت كنت بتسال يعني يا ترى حاله عشاق برشلونه عامله ازاي، قاعد اهي قدامك اهي يعني الحاله على وشك. لكن شوف، بالنسبه كنا متوقعين ولا لا من السنه اللي فاتت وقبل بدايه الموسم الحالي، كان في توقعات ان برشلونه هيعاني صعوبات ماليه قد تصعب من قدرته على الإبقاء على ميسي ومجموعة تانية من النجوم. لكن الحقيقة اللي غير المفهوم هو لابورتا. لما في مارس في حملته الانتخابية طبعا قبل ما يكسبه لانتخابات نادي برشلونة، قال بكل صراحة وبكل أريحية وبكل ثقة أن ميسي هيكمل وإن مفيش أي مشاكل مالية هتكون موجودة في النادي. وميسي نفسه أعلن أنا هكمل في برشلونة. قصة ميسي اللي هو لحد دلوقتي أو لحد آخر مؤتمر صحفي أو لحد رحيله بشكل رسمي، هو ما تقدرش تلقي عليه اللوم. وإحنا طبعا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. فعلاً؟ فعلا ما احنا هنشرح الموضوع كده. بص احنا هنتكلم وهنشرح وهنستعرض الموضوع سوا ونشوف فعلا هل ميسي ليه دور او ليه يد في القصه دي ولا هو ضحيه ورحل غصب عنه. فاللي غير المفهوم هو لابورتا زي ما قلت لك، واللي وعد انه هيبقي على ميسي وانه قادر يتعامل مع الوضع المالي المتردي والمتراجع لنادي برشلونه. والحقيقه ان قصه برشلونه وميسي تضخمت ووصلت لهذا الحد لان برشلونه بيلعب في الدوري الاسباني اللي الرابطه بتاعته رابطه الانديه عندها قوانين مختلفه عن اي قوانين ماليه موجوده في كل الدوريات الاوروبيه، بل هي اكثر قسوه من قانون اللعب المالي النظيف اللي بيفرضه الاتحاد الاوروبي، واوقات ما بيفرضوش يعني. أيوة. على حسب كده يعني. على حسب الجو. أيوة. يعني فوت لي وفوت لك. لكن الموضوع في اسبانيا قاسي شويه. أيوة. بس في الليجا الاسبانيه، وبالتالي بشكل عام كل الظروف دي دور لابورتا، قوانين الإسبانية، حالة نادي برشلونة كلها ساهمت في هذا المشهد الدرامي، واللي أنا بعتبره هو يعني هو زلزال أو قنبلة الأقوى في القرن الجديد في كرة القدم. الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا وفي ضجة كتيرة جدا مثارة على انتقال طبعا مش بس ترك ميسي للبارسا، لكن كمان انتقاله لبي اس جي عامل حالة من حالات الغضب الشديدة جدا، وكلام كتير جدا على فريق بي اس جي وامكانيات بي اس جي واموال بي اس جي. خلينا نتكلم عليها في السادسه مع دكتور وليد الحديدي ضيفنا بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما ادخل في الميركاتو وفي قصه ميسي بس اطمن جماهير النادي الاهلي. الحمد لله اطمننا على طاهر محمد طاهر وعلى محمود متولي، والاثنين بيشاركوا في تمرينه الاهلي استعدادا للقاء ان شاء الله الاسماعيلي بعد بكره. نروح بقى لقصه ميسي ونشوف الحاجات اللي بين السطور يمكن يقراها لنا دكتور وليد بشكل يخلي الموضوع اوضح للناس، لانه ردود الافعال طبعا والناس يمكن مش فاهمه او مش ملمه بشكل كامل بتفاصيل انتقال ميسي من او ترك ميسي، لانه ده مش صفقه انتقال او مش صفقه بيع، هو ترك برشلونه وانتقل طبعا صفقه انتقال حر لبي اس جي.
ايه القصه بقى دكتور وليد؟ طيب هو طبعا الفصل الاول اللي كل الناس عارفاه هو خروج ميسي السنه اللي فاتت وقت تواجد جوزيب بارتوميو كرئيس لبرشلونه، واعلن انه عايز يرحل بسبب الاوضاع الاداريه في النادي وعدم قدره بارتوميو على اداره النادي بشكل سليم والتراجع الكبير و وطبعا ساعتها اداره برشلونه قدرت قانونيا ان هي تمنع رحيل ميسي مجانا، وكان بيعتمد ان في بند في العقد بتاعه بيسمح له ممكن الرحيل. في الحته دي ناس كتير جدا وصفت دموع ميسي هنا بدموع التماسيح، انت مع الوصف مستحيل. ده مستحيل مستحيل يعني ده يعني هو لو حجر قلبه ده من حجر مستحيل بعد كل السنين وكل الانجازات وكل اللحظات العظيمه اللي عاشها جوه جدران برشلونه وهو بيغادر المكان، حتى لو هو عايز يعني نفترض جدلا ان هو اللي قاصد يغادر. انت نفسك لما بتكون مرتبط بمكانه وترحل عنه طبعا. يعني الواحد لما بيبقى سايب بيته اجازه اسبوعين ثلاثه بيبقى زعلان ومتضايق. ده خاردي قلبة طبعا زميل ورفيق المشوار، طبعا نجوم بارسا كلها كانت حاضره في المؤتمر الوداع اكيد. ف دي كانت اللقطه الاولى، وساعتها قدر برشلونه يبقي على ميسي. اللقطه الثانيه هو ظهور لابورتا والانتخابات المبكره، وكان هو المرشح الوحيد من كل المرشحين اللي كان بيصرح علانيه انه هيبقي على ميسي وقادر انه يكمل معاه. وطبعا ميسي واحد من ابناء الفريق اللي بدأوا لابورتا، وكان هو فريق الإنجازات لبرشلونة قبل عدة سنوات، وكان ميسي واحد من نجومه، وبالتالي كان في رابط كده عاطفي بين ميسي ولابورتا وفي توافق كبير بينهم، وبالتالي ميسي إدى صوته لابورتا زي ما كلنا تابعنا. وبعد فوز لابورتا يعني كان يبدو أنه ملف محسوم بالضبط. حالة التوافق وحالة الـ 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 الرضا من ميسي على أو رغبة ميسي في أنه يستمر مع البارسا كانت واضحة وأكيدة، وكان ده من بدري قوي، فكان من المفترض أو المنطقي من وجهة نظر جماهير البارسا أن يتم التحضير بقى إزاي يتم الإبقاء على ميسي في برشلونة، لكن في حاجة حصلت خالد ده مش ممكن. بالظبط، هو ده بقى برضو الخطوة التالتة في الموضوع. أن تم الاتفاق، ميسي قبل أنه يكمل مع برشلونة لحد ما يعتزل في النادي سواء سنتين أو خمس سنين زي ما تم التصريح. الاتفاق على الراتب كان 70 مليون يورو تقريبا سنويا. اللي حصل أن الأزمة المالية لبرشلونة خلت لابورتا والاداره تطلب من ميسي انه يخفض الراتب بتاعه بنسبه 50%، وليه 50% هنقول تحديدا يعني. فوافق ميسي بالفعل انه يمضي العقد السنه مقابل 35 مليون يورو، وخلي بالك 35 دي يعني ساعتها ميسي هياخد زيه زي انطوان جريزمان اللي هو اللاعب الاعلى عقدا في برشلونه دلوقتي. تمام. وده واحد من اسباب برضو الغضب جماهير برشلونه على بعض اللعيبه جوه النادي اللي كان تمسكهم بالبقاء لسه كتير لسه الموسم طويل بقى وكوتينيو بقى بالظبط. خلاص لحد هنا والدنيا تمام، كل وسائل الاعلام في اسبانيا وفي العالم، لابورتا نفسه، كل الاخبار اللي جايه بتقول ان ميسي مكمل واتفق على تفاصيل العقد وهيمضي العقد. القنبله بقى اللي حصلت هي لما فجاه طلع نادي برشلونه بيان من كام يوم فجائي بدون اي تمهيد وبدون اي مقدمات انه بيشكر ميسي على المرحله اللي قضاها في النادي وانه مش هيقدر يجدد لظروف خاصه بقوانين الرابطه الاسبانيه. ايه هي قوانين الرابطه الاسبانيه اللي لابورتا اتكلم عنها واللي كانت سبب اعلامي او واضح في رحيل ميسي؟ ان عندهم قيود في تيباس، طبعا تيباس اللي هو الرئيس الرابطه، رابطه الانديه الاسبانيه والرابطه تحديدا، حتى قيود اشبه بقانون اللعب المالي النظيف اللي هو تحديد قيمه رواتب سنويه محدده لكل نادي وفقا لثلاث حاجات: ايرادات، مصروفات، وقيمه رواتب. تمام. الثلاث حاجات دول ما كانوش في صالح برشلونه لان برشلونه عليه ديون تبلغ مليار و200 مليون، منها حوالي 70% منهم ديون عاجله يعني لازم تتسدد في خلال سنه. والغريب ان لابورتا لما طلع وقال من ضمن يعني المبررات اللي قالها علشان ياخد هذا القرار، قال انا ما كنتش عارف ان الديون كبيره كده، انا كنت فاكرها 200 مليون بس، جيت لقيت ان انا لازم ادفع فوري 470 مليون يورو. ما فكرش انه يفتح باب التبرعات؟ لا مفيش كلام. مفيش تبرعات؟ مفيش الكلام ده. برشلونة ما عندهاش تبرعات؟ لا الموضوع شوف هو طبعا مفتوح في اي حته في الدنيا، اي حد محب لاي نادي او اي مؤسسه ممكن يتبرع، لكن هي الفكره ان هناك في حاجه اسمها قانون وفي حاجه اسمها انكم واوتكم، والفلوس اللي جايه دي حتى لو دخلت كتبرعات ما ينفعش هتتحط في ميزانيه النادي لان في قيود معينه لازم او مسار معين لازم الفلوس تمشي فيها تحت عين الحكومه وتحت عين الضرايب وقصه كبيره كده. وهل دي ميزانيه الموسم الجديد ولا ميزانيه الموسم اللي فات؟ الموضوع مش بالسهوله دي. محكوم يعني؟ لا محكوم طبعا. محكوم وعليه رقابه ومش سهل، والا كنت انت تفتح
باب لاي تلاعب بقى مالي يعني. أيوة. يعني انت ممكن غسيل اموال بقى، غسيل اموال والدنيا تبقى مفتوحه على مصراعيها. ايوه في ناس بتغسل اموال كتير في الكوره دي. طبعا طبعا طبعا, طبعًا. جوه وبره يعني. أيوة. يعني المهم فالقصه ان ساعتها برشلونه بقى مطالب انه يدفع فقط 160 مليون يورو رواتب وفقا. أيوة. للقانون الجديد للرابطه الاسبانيه. طيب ال 160 مليون دول كان منهم 35 بس قيمه راتب ميسي بعد التخفيض. طيب هل كان ممكن زي ما بعض الناس قالت ان ميسي كان ممكن يخفض ال 35 بتوعه ويلعب مجانا باعتباره يعني محب وخد من النادي كتير و ايوه الاجابه لا. ببساطه حتى لو ميسي عايز وبرشلونه عايز، لكن قانون العمل في اسبانيا بيمنع تخفيض الراتب باكتر من 50% من قيمه الراتب الاجماليه للسنه السابقه. يعني انت لو بتدي السنه دي 10 يورو اقل حاجه ممكن تدفعها السنه اللي بعدها 5 يورو، ما ينفعش تقل عن كده. تمام. ولازم تتحط هذا الرقم في ده طبعا حفاظا على حق الموظف او حق العامل. أوكي. ده قانون عمل مش بس متعلق بالرياضه، قانون العمل بشكل عام. وبالتالي كان ده الرقم اللي يتعرض على ميسي واللي وافق عليه ميسي، وحتى هو في المؤتمر الصحفي قال انا ما طلبش مني اكتر من كده وما كانش ينفع يطلب منه اكتر من كده. تمام. طيب هل كان في حل تاني؟ كان في حلول. ايه هي؟ اول حل ان رابطه تعمل استثناء. المعلن ان الناس في اوروبا ناس واضحه وصريحه ومفيش حاجه اسمها استثناءات، وان القانون يسري على الجميع دون تمييز لكن مش دي الحقيقه. لان اللي حصل وفقا برضو لكل التقرير وفقا لكلام لابورتا نفسه في المؤتمر الصحفي، ان تيباس لما قعد معاه اتفق معاه على صفقه ما اندر تيبل. ايه هي الصفقه؟ ان في قصه او عقد تجاري دلوقتي اسمه عمليه سي في سي، هي اتفاق بين الرابطه الاسبانيه واحد المؤسسات التجاريه لبيع 10% من حقوق التسويق والدعايه والاعلان والنقل التلفزيوني وكل حاجه لهذه المؤسسه مقابل مبلغ هيتم ضخه حوالي تقريبا 2.7 مليار يورو. تمام. ال 2.7 دول هيتاخد جزء منهم للرابطه وجزء منهم هيتوزع على الانديه. فالرابطه طلبت من لابورتا طلب واضح وصريح، قالوا له انت هتوافق على هذه الصفقه السي في سي وتمضي ان انت تاخد جزء من الفلوس، والجزء من الفلوس اللي هيدخل هنعتبره انه دخل ميزانيتك، وبالتالي هنمرر ترفع لك قصه تجديد التعاقد ونوافق لك على تجديد تعاقد ميسي وتسجيل الاربع لاعبين الصفقات الجديده. تمام. لابورتا وافق في الاول وكان كلامه على ثقه ان ده هيحصل. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ تدخل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اللي بسرعه تواصل مع لابورتا وقال له موافقتك على هذه الصفقه، لان ريال مدريد اعلن رفضه للصفقه بشكل قاطع من اول لحظه. قال له موافقتك على هذه الصفقه تعني انتهاء مشروع دوري السوبر ليج الاوروبي للابد. يا دي السوبر ليج ده اللي عامل لنا صداع والله. السوبر ليج وكورونا حاجتين كده طلعوا لنا فجاه. فطبعا لما ساعتها في قصه السوبر ليج دي ارقام احنا كنا اتكلمنا فيها. أيوة قبل كده. أيوة. ارقام خرافيه مهولة. خرافيه. يعني احنا يعني بنتخض واحنا بنقولها. فطبعا لابورتا لما فكر كان عنده خيارين، قال لك اضحي بميسي يا اما يضحي بميسي. أيوة. يا اما يضحي بالسوبر ليج. وساعتها لابورتا قرر انه يضحي بميسي عشان يشتري السوبر ليج ورضخ يعني لنصيحه القصه انتهت في برشلونه كده يعني خلاص. يعني ميسي مشي، ميسي راح بي اس جي، ميسي مش في برشلونه خلاص. تتوقع انه مفيش ما يبقاش في رده فعل من الجماهير؟ ما يبقاش في ده. لوكاكو مشي من الانتر الدنيا اتقلبت في ميلانو يعني يعني مع الفرق طبعًا يعني. بس اقصد هو كان طبعا نجم ومؤثر وكان واحد من اهم اسباب تتويجهم بالكالتشيو السنه دي، لكن لوكاكو واشرف حكيمي مشي والدنيا قامت وما قعدتش. ميسي يمشي من بارسا كده والقصه خلاص انتهت. بص انت جرتني للحل الثاني اللي كان ممكن برشلونه يعمله واللي ما قدرش يعمله، ان اللعيبه الموجوده في الفريق حاليا خصوصا النجوم اللي بتاخد رواتب عاليه مجموعه منهم توافق على تخفيض الرواتب بتاعتها. أيوه. ومجموعه منهم توافق ان هي تتباع في مقابل ان طبعا فلوسهم هتدخل في الميزانيه وبالتالي تسمح لميسي بالبقاء. وده رفضوا مجموعه النجوم طبعا. أيوة. على راسهم انطوان جريزمان. أيوة. اللي رفض يروح لاي حته غير اتلتيكو مدريد، واتلتيكو مدريد مش هيقدر يدفع المبلغ المطلوب. لاعب زي أومتيتي اللي أيوة. بياخد حوالي 13 مليون يورو مرتب رفض انه يخرج. بيانيتش اللي بياخد حوالي 16 مليون يورو رفض انه يخرج. وان كان دلوقتي كوتينيو طبعا ده بياخد 25 مليون يورو. أيوة. اللي هو بلا اي فائده، ودي واحده برضو من الصفقات السوداء على برشلونه صفقه التعاقد مع كوتينيو اللي جت معاه ضرر على كل المستويات، ضرر فني وضرر مالي وضرر اقتصادي. أيوة. وكل حاجه. هذه المجموعه من اللاعبين اللي تلقت صفرات استهجان في ماتش يوفنتوس في كاس خوان جامبر دي
هتفضل تعاني مع برشلونة لحد نهاية الموسم، لأن خلاص جماهير برشلونة حطتهم في القائمة السوداء للعيبة اللي أولا ضيعت عليهم ميسي ورفضت إن هي تعمل أي تحرك من أجل النادي، ويا ريتهم مفيدين للنادي فنيا. يعني يا ريت لعيب زي أومتيتي اللي متمسك إنه يقعد عشان ياخد مرتبه ده قاعد وبيفيد برشلونة فنيا أو غيره أو غيره، سواء كوتينيو أو بيانيتش. خليني آخد تقييمك دكتور وليد لمواجهة البارسا من بدون ميسي مع فريق من أتقل فرق في أوروبا. يظل اليوفي الحقيقة دايما فريق قوي جدا، طبعا حتى في المدرجات الجماهير مش راضي رافضة لغاية دلوقتي رحيل ميسي، ولابسة التيشيرت اللي عليه اسمه ممفيس ديباي. طبعا الصفقة الجديدة اللي أعتقد أنها مبشرة جدا جدا بالنسبة للبارسا. تقييمك لأداء البارسا وفوزه على اليوفي؟ هو طبعا المباريات اللي بتكون من النوع ده في الوقت ده من الموسم ما تقدرش تعول عليها فنيا بشكل كبير، يعني دايما البري سيزون ما بيديكش الانطباع بنسبه 100% عن مستوى الفريق في طول الموسم هيبقى عامل ازاي. لكن اللي قدمه برشلونه نقدر نقول انه مبشر بشكل مبدئي، وثانيا كان رد فعل يمكن لقصه رحيل ميسي ومحاوله طبعا اثبات الذات من المجموعه يوفنتوس، وكان بيلعب يعني بمجموعه نجومه طبعًا كذلك برشلونه. ففكره انك تفوز 3-0 وفوز معنوي اكيد اذا حتى مش هو فوز فني وما تقدرش تعول عليه، لكن على الاقل يدي ثقه للمجموعه دي، وخلى كومان مثلا يطلع يقول تصريح ان هو بيطمن الجماهير على حاله برشلونه بعد ميسي، وبيدي كمان ثقه للاعب زي ممفيس ديباي اللي هيتعول عليه بقى الجماهير كتير جدا انه يحاول يملى الفراغ مع اجويرو لما يرجع من الاصابه. اجويرو ده رجع بعد كلام على انه اجويرو مش عايز يكمل مع هو بعض كلام اتقال، لكن خلي بالك فرص اجويرو حتى لو ساب برشلونه ده افضل خيار لاجويرو. يعني خلي برشلونه يستغنى عن اجويرو دلوقتي يعني يروح خير الدنيا انك انت يعني اعتقد اصل مش هيروح باريس مع مع هو باريس كده فاضل لهم يعني ياخدوا فان دايك وياخدوا كريستيانو رونالدو وان شاء الله بقى يكسبوا بطوله دوري الابطال ونحط صورتهم على الجنيه يعني نحط صورتهم على الجنيه صحيح يعني بص هو انا يعني اتمنى والله مش عارف ده طبعا سيناريو خيالي ومش ده هيحصل ده يعني انت عارف المقوله بتقول انه لقد وضعت القوانين ليتم الالتفاف عليها واختراقها ده باريس سان جيرمان حقيقة. هو باريس سان جيرمان نادي في دوري فرنسي، عائدات الدوري الفرنسي لا تقارن على الاطلاق بجزء ولو بسيط من عائدات الدوري الانجليزي او الاسباني. فاذا اللي داخل الانكم اللي داخل النادي مش كبير، انت ما بتبيعش نجوم كباريس سان جيرمان، ما بتاخدش تشامبيونز ليج عشان يدخل لك عوائد ولا كاس عالم للانديه ولا 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 حتى الدوري خسرته السنه اللي فاتت. ففكره ان نادي العوائد او المداخيل بتاعته مستحيل توازي جزء ولو بسيط من الانفاق ويبقى بعيدا عن تطبيق القوانين بتاعت الاتحاد الاوروبي لحد دلوقتي بهذا الشكل، واللي هو بيعبث بالميركاتو زي. والغريب ان ناصر الخليفي اللي هو رئيس الرابطه رابطه الانديه الاوروبيه دلوقتي اللي خرج وقال لك احنا مش عايزين السوبر ليج عشان تظل كره القدم للفقراء، فالحقيقه ده كان اكتر تصريح كوميدي السنه اللي فاتت. ارقام ميسي مع برشلونه وامكانيته انه يستمر في تحقيق انجازات مع بي اس جي من وجهه نظرك؟ استعرض ارقامه الاول مع البارسا. طيب يلا خلينا نقول الارقام. هو طبعا ميسي على مدار المشوار شارك في 778 مباراه، عدد كبير جدا، احرز 672 هدف، هو الهداف التاريخي وهداف الليجا التاريخي وكل حاجه، صنع 350 هدف برضه رقم قياسي، 81 كارت اصفر وكارت احمر واحد، وعلى مستوى البطولات طبعا سجل يعني ولا اروع. ليونيل ميسي خد 10 ليجا خلال مسيرته مع برشلونه، خد كاس الملك 7 مرات، خد السوبر الاسباني 8 مرات، السوبر الاوروبي 3 مرات، دوري ابطال اوروبا 4 مرات، وثلاث القاب لكاس العالم للانديه، برضه حصيله عظيمه جدا، وكل الكوس كانت موجوده امبارح. ارقام صعب قوي على اي لاعب انه يكسرها في ال ومش بس انت متواجد بتكسب مع المجموعه، ده هو انت السبب الرئيسي في 99% من هذه البطولات. طبعا على مستوى الالقاب الفرديه هو عنده الرقم القياسي للبالون دور بست مرات، عنده افضل لاعب في اوروبا 3 مرات، وافضل لاعب الفيفا مره واحده، هو طبعا كان بينهم يعني مره من الفيفا بس مشترك كمان وقت ما كان الفيفا والبالون دور، فيعتبر عنده 6 من الفيفا، واحده تمام منفرده والباقي مشترك مع البالون دور يعني. والحذاء الذهبي الاوروبي طبعا لهداف الدوريات الاوروبيه بست مناسبات. ارقام اسطوريه طبعا. شايف انه مع التشكيله يعني الاول ستارز اللي موجوده في بي اس جي دي، شايف ان هم قادرين يحققوا انجازات على المستوى القاري اهمها طبعا تشامبيونز ليج؟ شوف هو طبعا من الوهله الاولى تشكيله فيها ميسي، نيمار، امبابي، كاردي، دي ماريا،
باريدس، فيراتي، ماركينيوس، فيراتي، دوناروما، اشرف حكيمي، دوناروما، حكيمي، فينالدوم، سيرجيو راموس. يعني تخيل الفريق، النادي اللي جمع بين راموس وميسي في فريق صحيح. واحد بعد ما كانوا ألد الاعداء يعني طبعا تشكيل اسطوري. راموس هيضربه برضه، انا عارف هيضربه برضه لما يضيع. فطبعا هو تشكيل اسطوري، وما اعتقدش ان في فريق يمكن من ساعه الجالاكتيكوس بدايه القرن مع ريال مدريد، الفريق اللي كان جه حتى لاعب الاهلي هنا واللي كان قريب يعني ذكرى فوز الاهلي عليه، الفريق اللي كان فيه زيدان وراؤول وفيجو وبيكهام وروبرتو كارلوس وكاسياس ورونالدو وراؤول وجوتي طبعا وسلجادو وفرناندو ييرو، كان حاجه يعني عظيمه جدا ساعتها. بس اللي يميز في تشكيله باريس دلوقتي فيها ميسي، يعني هي هو ميسي برضه يبقى ميسي حاله منفرده في تاريخ الكوره. ففكره ان تشكيله تضم هذه المجموعه مستحيل ان انت تتوقع انه يخسر حاجه. لا اصله ما مش مقوي الهجوم بس على حساب الدفاع ولا على حساب خط الدفاع، عنده بس الكوره علمتنا انها مش بالاسماء بالظبط. هو ده بقى لازم نستدرك ونقول كده، ان تجميعه نجوم كتير مهره في فريق واحد احيانا بتكون مضر. لان حتى ريال مدريد نفسه فتره الجالاكتيكوس ما حققش انجازات محليه اوروبيه زي اللي حققها الجيل الجديد مع زيدان مثلا، بالفوز بثلاثة دوري ابطال متتاليه او اربعه دوري ابطال بشكل عام. كان موجود معاهم سوبر ستار واحد اللي هو كريستيانو رونالدو وحواليه مجموعه نجوم، لكن مش جالاكتيكوس، مش سوبر ستار بالظبط، مش سوبر ستار. فهي تجربه مثيره ان احنا نتفرج عليها ونقعد نشوف الدوري الفرنساوي يعلى الليجا الاسباني تنزل من وجهه نظرك. هي الليجا الاسباني، الليجا الاسبانيه دلوقتي يعني على مقارب النعش، يعني كانوا دايما بيقولوا على اللقاء البارسا والريال الكلاسيكو دي لاس كلاسيكوس، يعني السوبر كلاسيكو الارض. كلاسيكو الارض صعب. هيفضل لا صعب جدا. اولا القيمه، اولا هي بدات تندع كده، وبرشلونه حتى قيمته السوقيه هتنزل بقيمه 137 مليون يورو. بسم الله الرحمن الرحيم كده برحيل ميسي. صباح الخير. يعني قيمه الماركه بتاعته كتسويق وخلافه 137 مليون يورو، يعني بحوالي من 15 ل 20% من التوتال. هو كان ثاني اغلى علامه تجاريه في العالم بعد ريال مدريد. دلوقتي ممكن مثلا يرجع يتراجع للمركز العاشر ولا حاجه. ده واحد. رقم اتنين، ان ريال مدريد حتى ما مفهوش دلوقتي سوبر ستارز، بقيه الانديه ما فيهاش سوبر ستارز بالشكل المفهوم. ما اعتقدش ان القنوات والمحطات التلفزيونيه والاعلانات هتدفع كتير في المواسم اللي جايه لكلاسيكو او لدوري. النجوم اللي فيه اقل من الانجليزي واقل من الايطالي، وبقت اقل كمان من الفرنسي، ويمكن حتى الالماني بقى فيه سوبر ستارز دلوقتي على راسهم ليفاندوفسكي وهالاند لو ما اتباعش طبعا من بروسيا دورتموند. هكلمك عن هالاند. بقى فيه سوبر ستارز يعني دلوقتي الكلاسيكو بتاع دورتموند بايرن ميونخ بقى يخطف العين على مستوى اسماء ونجوم اكتر من كلاسيكو ريال مدريد. صحيح. طب هكلمكم بقى مع دكتور وليد على اهم الصفقات اللي هتغير شكل الكوره في فرق بعينها، اهم الاسماء من العيار الثقيل. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم ونفتح الملفات اهم الصفقات في الميركاتو الصيفي بالنسبه لانديه اوروبا في السادسه مع دكتور وليد الحديدي طبعا، بس بعد الفاصل. صفقات أثارت حالة جدل ما بين ترحاب شديد جدا من الفرق اللي نجحت في التعاقد وحالة غضب شديد جدا في الفرق اللي رحلت عنها النجوم. خلينا نشوف مع حضراتكم أهم العناوين المرتبطة بأسماء السوبر ستارز في الكرة الأوروبية في الدوريات الخمسة الكبرى، ونشوف المصير، ونشوف طبعا تعليق من دكتور وليد الحديدي ضيفنا في السادسة. نبتدي مع حضراتكم جولة في أهم الصحف اللي رصدت أهم التحركات للانتدابات والتعاقدات. طبعا ده اول خبر يمكن مرتبط بالحدث الرئيسي والاساسي في اوروبا، انه الكشف الطبي هيتوقع النهارده على ليو ميسي في باريس، واستعداد باريس لاستقبال اسطوره الكره الارجنتينيه. طبعا هو الجماهير الباريسيه ممكن لو نتيجه الكشف الطبي طلعت مش تمام بي اس جي يقول ميسي شكرا مش عايزينك. لا لا طبعا مستحيل، ده لو ايه. هو الجماهير، جماهير باريس بقى لها 3 ايام كل يوم تطلع على المطار كده مجموعه مستنيين، طبعا هيبقى تقديم اسطوري للتاريخ منتظرين. حاجزين بيقولوا برج ايفل بكره عشان اعتقد طبعا هيكون التقديم باعتباره هو رمز يعني باريس ورمز فرنسا. طبعا نروح للي بعده. انتر ميلان بعد رحيل لوكاكو كلام كتير جدا، وبيقولوا انه احتمال كبير جدا انه المهاجم اللي يحل محل لوكاكو يكون مهاجم فرنسي، ومارسيال طبعا واضح في الصوره. هو طبعا مارسيال من اللعيبه اللي بتلاقي انتقادات شويه من جانب جماهير مانشستر يونايتد بسبب اضاعته للفرص
ومع ان هو لعيب موهوب وكل شيء، فاحتماليه انه يخرج من مانشستر خصوصا بعد طبعا انضمام جادون سانشو احتماليه كبيره. لكن هي الفكره بقى هتكون في الراتب بتاعه، لان انتر كمان عنده مشاكل ماليه كبيره، فهي الفكره هتكون حكيمي عشان المشاكل. بالظبط فهي الفكره هتكون في تحديد الراتب. لكن هو اعتقد ان مارسيال لو غير العتبه زي ما بنقول ممكن جدا يتالق مع انتر، لانه لعيب عنده امكانيات. صحيح، ويمكن مش مارسيال مش الاسم الوحيد، لكن في اسماء ثانيه مرشحه هنشوف ونتابع مع حضرتك. طيب مانشستر يونايتد طبعا كلام كان الكلام ده كل سيزون بيتكرر حقيقه في كل ميركاتو. بوجبا ماشي من مانشستر، بوجبا سايب مانشستر، بوجبا هيروح الريال، لا بوجبا هيرجع اليوفي، كلام كتير جدا وما زال برضه بيتكرر الموسم ده. لكن الحقيقه يمكن تاكيد من واحد من التويتس اللي عملها بوجبا على صفحته انه الموسم ده مستمر مع مانشستر يونايتد. هو طبعا كان التارجت الاكبر اللي بالنسبه لبوجبا وقت المشاكل اللي حصلت مع جوزيه مورينيو انه يروح لريال مدريد. ما حصلش التوافق لاسباب كتير، واستمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد للوقت ده اللي فيه ريال مدريد عنده كمان مشاكل ماليه، وهيكون صعب جدا انه يعمل صفقه هتكلفه راتب برضه كبير مش قليل لبوجبا، وهيدفع فيها فلوس مش قليله لمانشستر يونايتد. اعتقد ده حاجات خلت بوجبا تراجع، زائد ان الاجواء بقت اهدأ وعلاقه بوجبا بالاداره وعلاقه بوجبا بالجهاز الفني بقياده سوليشار بقت افضل. زائد كمان زي ما قلنا انضم جادون سانشو وتقويه شويه للسكواد بتاع مانشستر يونايتد وفاران طبعا، خلى فيه احتماليه كبيره ان مانشستر يكون بينافس بقوه الموسم، خصوصا انه كان بيلعب نهائي اوروبا ليج السنه اللي فاتت. صحيح. ما قدرش طبعا يكسب البطوله، وجود برونو فرنانديز مع كمان جنب بوجبا، يعني التشكيله بقت مبشره الى حد ما، وبالتالي استمرار بوجبا. وبوجبا من اللعيبه اللي بتعمل دايما اثاره جدل وبيحب يعيش هذه الاجواء، لكن يعني الدنيا بدات تهدى شويه في نهايه الموسم اللي فات، وبالتالي استمراره هو الارجح. تمام، نروح للعنوان اللي بعده. طبعا توتنهام وديسبريتو المدير الفني اللي بيتكلم على بقاء هاري كين في صفقه الحقيقه يمكن كتير انتظرها، واعتقد كان نفسي الحقيقه انها تتم. واحد من افضل المهاجمين اللي كان معروض عليه انه ينتقل للمان سيتي، لكن الحقيقه ديسبريتو نونو ديسبريتو المدير الفني لتوتنهام بيأكد على انه كين باقي معنا في الموسم القادم. هو طبعا يعني هو ما كانش في مشكله كبيره عند ليفي رئيس توتنهام انه يبيع هاري كين، لكن هو ووعد هاري كين ووعده الموسم ده هيكون الاخير ليه، ووعده ده. وهاري كين نفسه يعني كان متغيب حتى عن فتره الاعداد وانطلاقه الموسم، هو عنده رغبه اكيد انه يغادر، لانه شايف ان خلاص فكره انه عمل كل شيء مع توتنهام ولسه ما وصلش. يعني احنا في اللحظه اللي احنا فيها هاري كين مش محطوط ضمن المرشحين مثلا لبالون دور، مع رغم الاداء العظيم اللي قدمه مع توتنهام السنه اللي فاتت، وهدف لانه ما خدش بطوله. فهو عايز يوصل بقى لمرحله الانجازات، لانه كمان بدا السن يتقدم بيه. لحد اللحظه دي استمراره مش اكيد، وفقا برضه لكل الصحف الانجليزيه لسه الموضوع في يعني على الارض، ولسه مانشستر سيتي عنده رغبه انه يضم. طيب نروح للعنوان اللي بعده. العنوان اللي بعده بيتكلم على احتمالية وجود قضية هيرفعها خوان برانكو أحد المحامين الفرنسيين ضد عملية انتقال ميسي لباريس سان جيرمان. بصوا الحاجات دي الحاجات دي ما بتنفعش مع باريس، يعني لو مجلس الامن راح حاول مش هيعرف يضمها. لا الحاجات دي نيمار طبعا يعني طبعًا. العالم كله اتكلم عليها 222 مليون والتلاعب اللي حصل في قصه عاد مبابي لما جابوه من موناكو، لا عرب نيه بيع، لا مش عارف ايه القصص دي كلها، وما بيعرفوا يتعاملوا ما بياكلش معاهم، بيعرفوا يتعاملوا فيها والدنيا بتعدي. هي حاجه يعني نقدر نقول فرقعه أو رغبة جماهيرية وتمسك تشبث بأمل. وحتى في أسوأ الأحوال لو ميسي ما انضمش لباريس سان جيرمان هينضم لمانشستر سيتي، هينضم لتشيلسي، لكن مستحيل إنه يستمر مع برشلونة. نروح للعنوان اللي معانا اللي بعد كده. طبعا ده كان سؤال لحسن صلاح حميديتش على فكرة إنه البايرن هل ممكن إنه يستقطب أو يعني يتعاقد مع ليونيل ميسي. الراجل الحقيقه كان في منتهى الصراحه قال لك مستحيل طبعا. هو بايرن ميونخ عنده سياسه تعاقديه محدده وليه سقف وليه بيعرف يلقط كده المواهب وبيشتغل على مواهب المانيا اكثر الانديه طبعا في العالم جدا بصراحه، فصعب يعني ان هم يدفعوا مبلغ كبير في ليونيل ميسي. الميزانيه بتاعتهم مش هتسمح، وحتى لو تسمح هم زي ما قلت لك عندهم سياسه وسقف لا يتخطوه باي حال من الاحوال. لا بس نموذج يدرس طبعا. يعني ازاي بتجيب النجوم اللي لسه ما حدش يعني كومان مثلا ده ماشي من بي اس جي كده على الهامش طبعا. في بايرن مكسر الدنيا. الفونسو ديفيز ده مين اللي كان يتوقع انه يبقى كده؟ حتى اللعيبه اللي بتطلع
فريتس كيميتش لما جابوا ليفاندوفسكي ما دفعوش فيه مبلغ كبير. يعني فكره سياسه التعاقدات حاجه كده تقعد تذاكرها، ازاي الناس دي عندها سكاوتنج بتعرف تستقطب النجوم، بتدفع قليل وتكسب من وراهم كتير. نروح للعنوان اللي بعده، عندنا عنوان طبعا على الانتر، وكلام كان كتير جدا بعد رحيل اشرف حكيمي ولوكاكو ان الدور على لوتارو مارتينيز، وكان في كلام عن اهتمام توتنهام بلوتارو، لكن الحقيقه يمكن الخبر بياكد انه لوتارو باقي في الانتر وسعيد في الميلان ومستمر مع انترناسيونال. شوف هو في حاجه كده زي عارف انت الاواني المستطرقه او الدومينو، يعني في صفقه لما بتحصل ممكن تجر وراها صفقات كتير. لو لوكاكو، طبعا لوكاكو بنسبه 99% لحد هو لسه لم يعلن رسمي، لكن 99% رايح خلاص تشيلسي. فلوكاكو لو خرج من انتر، ولو طارو خرج من انتر، لو طارو لو راح توتنهام، فساعتها يعني ان هاري كين ممكن يروح مانشستر سيتي. لان صعب جدا ان لو طارو وهاري كين يظلوا مع بعض بيلعبوا في نفس الفريق. نفس الشيء لو توتنهام ما خدش لو طارو، فساعتها استمرار هاري كين هيبقى بنسبه كبيره جدا هو الاحتمال الاقرب. وارسنال داخل على خط المفاوضات كمان مع لو طارو مارتينيز، ولو خرج لو طارو سواء لتوتنهام او لارسنال، ساعتها انتر هيكون مطالب انه يضم مهاجم، وساعتها بقى ممكن يبص زي ما اتكلمنا على مارسيال ويستغله في المكان ده. يعني انا شايف انه التشكيله الوحيده اللي تقف في وش بي اس جي من ناحيه الاسماء هو مان سيتي معاه لو طارو وهولاند. يعني لو المان سيتي يخلص في لوتارو هالاند، هالاند كمان يعني بقول لك هيكسر، تقول لي باريس سان جيرمان يعني جريليش ودي بروين ولوتارو وهالاند هيكسر الدنيا السنه دي مع المان سيتي. لعيب عالمي بصراحه. شوف هو فكره النجوم كتير في فريق ده بالنسبه لنا فيها نوع من انواع الشغف. يعني احنا دايما بنحب نشوف النجوم سواء بيلعبوا مع بعض او بيلعبوا ضد بعض. ففكره تقويه نادي بقيمه مانشستر سيتي مع وجود اوريدي تشيلسي بيقوي نفسه مع باريس سان جيرمان الناحيه الثانيه، فده بالنسبه لنا هيبقى حاجه مثيره. يعني عظيم. نروح للخبر اللي بعده. خبر طبعا على فكره اداره ليفربول بتقدم عشان تحافظ اثنين من اهم النجوم ان لم يكون اهم نجمين في صفوف ليفربول، محمد صلاح في الهجوم وفيرجيل فان دايك في الدفاع. من يعني اسباب الحظ برضو الجيد لليفربول الازمه الماليه اللي دخل فيها ريال مدريد وبرشلونه اللي كانوا على خط التفاوض مع محمد صلاح تحديدا، وكان ممكن جدا محمد صلاح في الميركاتو ده يكون موجود في الليجا، لكن الازمه الماليه خلت صعوبه الخروج لمحمد صلاح واقعيه، وكمان خلت ليفربول يضطر انه يرفع راتب بتاع محمد صلاح ومعاه فان دايك عشان يبقوا في مقدمه اغلى لاعبي الدوري الانجليزي علشان يحافظ عليه ويقدر يجدد عقده. استمرار محمد صلاح في ليفربول انا شايفه هو القرار الصح. عظيم. نروح للخبر اللي بعده. طبعا واحد من الاسماء المرشحه مع مارسيال للانضمام للانتر خلفا للوكاكو هو ايدن جاكو نجم روما. طبعا هو خيار رخيص، مش هيبقى غالي بالنسبه للانتر، لان زي ما قلت لك انتر بيحاول يخفض نفقاته وعنده ازمه ماليه. يعني كفايه انه ساب كونتي مثلا ما قدرش يجدد معاه، فبالتالي ممكن يكون خيار معقول، لكن ما اعتقدش ابدا ان انتر بالحاله دي قادر انه يدافع عن لقبه السنه الجايه حتى لو ضم جيكو. تمام. نروح لاخر خبر معانا، الدوري الانجليزي تحديدا على اثنين انا بشوفهم اللي بنزل. يعني بعيدا عن الانتماءات وانت بتشجع مين في الدوري الانجليزي، لو بتحب الكره الحلوه بتحب اللعيبه الموهوبه اللي المهاره جزء كبير جدا من شخصيتها في الملعب، الاثنين دول اتفرجوا عليهم السيزون اللي جاي، جيمس ماديسون وجاك جريليتش. جاك جريليتش رايح خلاص راح لمان سيتي، وماديسون في كلام على انه الارسنال فتح باب التفاوض وعرض 100 مليون استرليني. شوف هو طبعا موهبه، يعني اكيد متابعي الدوري الانجليزي عارفينه من بدايه اصلا ظهوره ويعني تالقه كده مع ليستر، وانا من الناس اللي انا بحب اتابعها وبحب جدا اتفرج عليها، لانه عارف انت رمانه ميزان الفريق دايما حاجه كده بقيمه دي بروين مع مانشستر سيتي وبقيمه جريليش وبقيمه اللعيبه اللي هي محور اداء فريقها. ماديسون لعيب مهاري جدا، لعيب عنده رؤيه، تمريراته رائعه، عنده الفينش محترم. اعتقد تواجده في ارسنال هيكون مكسب كبير جدا لارسنال، واتمنى ان الصفقه تتم، لان انا من الناس اللي حابب اشوف ارسنال تاني يرجع يعني لامجاد زمان. لوكاكو انتقاله لتشيلسي عودته للدوري الانجليزي، يعني هو عانى مع اليونايتد اتنقل للدوري الايطالي كسر الدنيا. عارف قصه كوتينيو مع ليفربول، حاله توهج جماهيريه، نجاح يعني، وبعد كده اتنقل للبارسا واتنقل للبايرن ورجع للبارسا، ورغم كده مفيش حاجه اسمها كوتينيو موجوده على الساحه.
لوكاكو عمل ده او عمل العكس ده من تجربه مش ناجحه قوي مع المان يونايتد، راح ايطاليا نجح وكسر الدنيا مع الانتر، بيرجع تاني دوري انجليزي مع تشيلسي. بتشوف الصفقه دي ومدى امكانيه نجاحها بالنسبة لوكاكو؟ يعني لوكاكو من اللعيبة اللي اتظلمت وقت وجودها في مانشستر، لأن حالة الفريق الفنية ما كانتش مساعداه، بالعكس هو يعني ظهر بشكل كويس إلى حد ما وفقا لحالة الفريق. وجماهير مانشستر يونايتد لسه بتلوم الإدارة على التفريط من خلال متابعتي للسوشيال ميديا على التفريط في لوكاكو لحد دلوقتي. طبعا كسر الدنيا مع إنتر، زائد طبعا تألقه الدولي مع منتخب بلجيكا في كل المناسبات من ظهوره. لاعب عنده شخصية، لاعب عنده كل مقومات المهاجم المرعب، اللي هو طول ما هو متواجد في منطقة الجزاء او حواليها انت الان وعامل حسابه. اليورو حتى في اليورو كان متالق وظهر بشكل رائع جدا. طبعا عودته انا ما اقدرش اقول انه ممكن ملاكم لما يرجع ملاكم طبعا طبعا لا لدرجه ملاكم لا، وبعدين لعيب ما بيتفهمش قدام المرمى اللي هو انا بحب انا المهاجم اللي ياخد الكوره ما بيفكرش في حاجه غير انه يعمل الفينش على المرمى، ما لا هيرقص ولا هيعمل شكل جمالي ولا انت ولا الكلام. طبعا شبهه والله القضيه، هو بتاع القضيه. فهو دايما يعني فعلا لعيب يخوفك. هو 50-60% من لقب انتر ميلان السنه اللي فاتت جزء منه كبير جدا للوكاكو وتالق لوكاكو. اكيد اكيد هينجح لو راح تشيلسي، وان كان هيبقى فيه تخمه في تشكيله وسكواد تشيلسي، لانه هيكون يعني موجود في خط هجوم هيبقى فيه 5-6-7 لعيبه كلها، هيبقى في حيره عند توماس توخيل يختار مين ولا مين ولا مين. ف تيمو فيرنر مثلا معاه وراهم هافرز بقى طبعا هيبقى هو رقم واحد، بس الفكره انك دافع برضه فلوس في تيمو فيرنر كبيره. جيرو راح الميلان، جيرو راح الميلان خلاص، وحتى لعب قدام ريال مدريد لعب الماتش كله تعادله 0-0، وبرضه اعتقد انه هيكون اضافه مميزه لميلان. جيرو من المهاجمين بما اننا ذكرناه، يعني من المهاجمين اللي الى حد ما مظلومين شويه، لانه يعني فكره انه احيانا بيضيع فرص سهله بتخليه يتحط دايما في كاتيجوري كده انه مهاجم ضعيف، مع انه مهاجم مميز جدا، ولو خد فرصه ولعب بشكل كبير بيأدي ودايما ليه كده لمسات جماليه. فاعتقد هيكون ناجح في ثنائيه مع ابراهيموفيتش السنه الجايه. انا عايزك تحط الارقام بتاعت الصفقات على جنب، يعني سيبك مين الدفع فيه كام، وعايزك تنسى الاسماء برضو للعيبه. اهم ثلاث صفقات نجحت انديه في التعاقد معاها في الميركاتو الصيفي لغايه دلوقتي من وجهه نظر دكتور سؤال مفاجئ ده، عايز بص تركيز سريع كده. طيب يعني خلينا مثلا نقول ان وجود لعيب زي جريليش مع مانشستر سيتي من المؤكد انه حبيبي يا دكتور لازم حبيبي والله لازم يكون صفقه ناجحه، لانه فعلا لعيب مؤثر. واعتقد في وجود الشكل فريق مانشستر سيتي وفكر جوارديولا اعتقد هيكون ليه تاثير كبير جدا. تمام. اذا مثلا بتتكلم عن صفقه انا متوقع المفترض ان هي يعني تنجح ويبقى ليها تاثير وفقا لكل المقدمات بتاعتها، المفترض ان جادون سانشو لما يكون موجود في مانشستر يونايتد يقدم الاضافه للفريق ده حبيبي. لانه محتاج مدرسة. اعتقد انه لازم يعمل ده. سانشو من اللعيبه اللي تستغرب جدا جدا ازاي المان سيتي فرط في موهبه. طبعا ده جاك جريليتش نجم السيتي الجديد. لو جيت يعني تفكر في اللي فرط ده، انت بص ده مورينيو لوحده مفرط في ثلاث اسماء. صحيح. يعني يعملوا ثلاثي مرعب اللي هو صلاح لوكاكو دي بروين، الثلاثه مشاهم في سن صغير هو ضايع. انا قلت من الاول والله مورينيو ده يعني بروباجندا على الفاضي. اقوى او رتب لي بقى اقوى 5 دوريات من وجهه نظر دكتور وليد في الموسم الجديد. هو طبعا بالتاكيد ان الشغل اللي عمله الدوري الانجليزي دلوقتي هيحطه في الرقم واحد، لان ما فيش نجوم كتير خرجت من البريمير ليج، بل بالعكس النجوم جت للبريمير ليج. كان لازم نحط الليجا في المركز الثاني كما هو معتاد، لكن وفقا للظروف الحاليه ما اعتقدش الليجا هتكون على مستوى المنافسه المتوقع حتى قاريا، فلازم يتتراجع. واتمنى ان الدوري الايطالي هو اللي يدخل رقم 2 بعد البريمير ليج، لان كمان لسه الدوري الايطالي محتفظ برونقه وببعض نجومه. المركز الثالث بوجود ميسي لازم يكون الدوري الفرنسي، وانا احط الليجا هجاملهم واحطهم في المركز الرابع قبل الدوري الالماني. ماشي يا دكتور وليد، شرفتنا ونورتنا كالعاده في السادسه، بنستمتع دايما بوجودك معانا للحديث بقيه، لانه الميركاتو كبير جدا والصفقات وتدعيم الانديه في على مستوى الدوريات الخمسه كتير جدا، عدد كبير من الصفقات يمكن لاول مره بنشوفها من موسمين ثلاثه. للحديث بقيه بالتاكيد مع دكتور وليد الحديد، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. بشكرك دكتور وليد على وجودك معنا النهارده. شكرا، دايما بتشرف بالتواجد معاك، وكل التحيه لكل المشاهدين. سعداء بيك دايما وسعداء بحضراتكم طبعا ومتابعتكم لينا
على شاشة النادي الأهلي في السادسة. نقابل حضراتكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة. تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي.